أخبار اليوم. بسم الله الرحمن الرحيم. باسم نادي السيارات والرحلات المصري برحب بحضراتكم جميعا، وبشكر الأخ أحمد الزغبي ووزارة السياحة والهيئة لتنشيط السياحة على المساهمة في نجاح هذا الرالي بإذن الله إن شاء الله، بإذن الله بفضل تشجيعكم جميعا إن شاء الله بإذن الله. أنا عاوز أقول لحضراتكم إنه أولا روتيريان زي الأخ أحمد الزغبي، وفي نفس الوقت رئيس نادي السيارات، واللي يمكن لاحظته إنه نادي الروتري اسكندرية كوزموبوليتان مع نادي السيارات ومع وزارة السياحة هم المنظمين اتمنى ان يتم، احنا عندنا مشكله بره ان الميديا بتكتب كلام مغلوط عنها، ده هذا اللي مستهدفه، مش هقدر انكر الكلام. انا فاكر انا كنت بره، كنت في سويسرا ساعه يوم ايام 30/6، وتشوف قناه زي قناه الجزيره اللي انا بسميها الحقيره، تلاقي ان مصر دي مولعه والدم ده اللي ركب، بس تصل بالناس الحياه عاديه ومفيش اي مشكله. فخلينا نتفق الاول ان احنا بلد مستهدفه، وفي اعلام مغلوط وللاسف هو انجح مننا كاعلام بره. خلاص لا احنا للاسف كل برامجنا وكل التغطيه بتاعتنا علينا احنا، صوتنا ما بيوصلش بره. فاتمنى الاعلام واتمنى هيئه تنشيط السياحه عن طريق الرالي ده اللي اكبر حاجه او اكبر ايفنت او حدث يثبت ان مصر عمان، اننا الفكره دي الاعلام الاجنبي او عن طريق احنا كمصريين بنحب بلدنا عن طريق الفيسبوك والحاجات اللي هي بتاعت التواصل الاجتماعي. تمام، ايه رايك في الكلام ده؟ صح كده ولا انا عندي وجهه نظر في الكلام ده ولا غلط؟ طموحاتك الفتره اللي جايه ايه يا عمر؟ طموحات فرديه ولا طموحات فرديه؟ طموحاتك الشخصيه؟ طموحاتي الشخصيه ان انا ان شاء الله باذن الله ربنا يوفقني اعمل رحله للقطب الشمالي في الصيف اللي جاي، ودي هتبقى دعوه لتنشيط السياحه في مصر، ومن تنشيط سياحه المغامرات في مصر. اتعشى من يبقى في دعم ان شاء الله. في حاجه تحب تطلبها من المسؤولين؟ اتمنى ان الرحله الجايه دي تبقى مهمه، وان احنا نقدر يتعاونوا معايا. انا عاوز فيديو حلو. يتعاونوا معاك في ايه بالظبط؟ كان انا محتاج فيديو حلو يبين مصر بوضع جديد، تصريحات ويبين سياحه المغامرات. سياحه المغامرات الجيده مغامر، سواء بقى الغطس في البحر الاحمر او تسلق الجبال في منطقه كاترين وسط سيناء، او عمل كايت سيرف يوسف او العاب المائيه، او رياضه السفاري وركوب الموتوسيكلات في الصحراء. احنا ما عملناش دعايه للموضوع ده قبل كده، ده اسهل سائح انت تجيبه انه متواجد وبكثره في اوروبا. تاني حاجه ان ما بيبقاش خايف قوي زي جاي مع مراته واولاده، فده سهل قوي ان احنا نستهدفه ان يجي يزور مصر. ما قلتش برضو ايه اللي انت تطلبه من المسؤولين؟ انا خطوة سيري ان شاء الله هيبقى انطلاقا من مصر على ايطاليا لحد روسيا وموسكو، ومن هناك اطلع على دول الاسكندنافيه لحد القطب الشمالي، والرجوع عن طريق اوروبا الغربيه. اتمنى ان يبقى معايا ماده او ماتيريال انها تساعد على تنشيط السياحه في مصر واستهداف الناس اللي بقول لك عليهم. نمره 2 لو في تمويل طبعا من الدوله او من اي جهه هنا، لان انا كل حاجه بعملها على وقت خاص. طب علاقتك بالكس شانون علاقه شخصيه؟ يعني انا اول مره اشوفه. لا احنا مش متنافسين، احنا اول حاجه ضيف عندنا في البلد. انا اول مره اشوفه النهارده. الفرق بين المصري والاجنبي في الحته دي ان المصري بيعمل باقل الامكانيات. انا عاوز مسمار الموتوسيكل لازم اجيبه من بره، بدفع عليه جمارك وضرايب وشحن والكلام من ده. انواع الموتوسيكل، الكاوتش مثلا بتاعت الموتوسيكل بتختلف. انا لا بحط اي كاوتش وخلاص يعني، بس اللي بلاقيه. ما فيش امكانيات، ما فيش تمويل ولا حاجه زي كده، فبنحاول نغزل برجل حماره زي ما بيقولوا في المثل العربي. ربنا يوفقك يا رب. الله يكرمك. الله يكرمك. واحنا بلد كوره، احنا بلد ابو تريكه. عايز اعرف رايك في المؤتمر اللي عملها هيئه تنشيط السياحه دورها في العالم كله اللي يعرف شرف الشيخ تشارلي. And what it is trying to do to support the tourism in Egypt. I think the press conference today was wonderful. I think it's a great way to tell everybody in Egypt what's going on and how the government is trying to help and improve the tourism department, or the industry, I mean.
And I think it's a great way to be able to see a little bit about what it is for the local people who don't know what it's about. So I think it's a great platform to show people and expand the rally for everybody who doesn't know. هو اتبسط جدا من المؤتمر الصحفي النهارده وحاسس ان هو مؤتمر ناجح جدا وكمان حاسس ان دور الهيئه المصريه لتنشيط السياحه دور كبير جدا في انها تعرف الناس جوه مصر عن الرالي اكتر وتشجعهم انه يمارسوا رياضه قياده الدراجات الناريه كمان عشان الناس بره كمان تشجيع السياحه